بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث عن منهج دبلوم MBA والمقدم من شركة مكة سمارت للتدريب بمصر. سيكون هناك أوديو بوك وفيه عناوين أو أربعة عناوين: هاشتاج، وهو مكتوب باللغة الإنجليزية، كتاب للمنهج، ومن خلال هذا الكتاب هناك الاتصال والسماع للمحاضرات التفصيلية، والشرح التفصيلي، لأن الكتاب مكتوب مصطلحات باللغة الإنجليزية. هناك إشارات باللغة العربية، فهذه المصطلحات في الكتاب هي أربعة: هاشتاج متسكن، كل حرف يرمز إلى كلمة فهي خمس حروف، وهاشتاج مكوك أيضا كل حرف يرمز لكلمة فهنا أربعة، ثم هاشتاج كارد وهي أربع حروف CARD، ثم خمس حروف الكلمة الرابعة توازن. فمكتوب في هذا الفيديو منهج تقني، هنا نتحدث عن حروف متسكن، موجل تكنيك، الام موجل وتكنيك التي، ثم الاس سيكيورز أي سلامة، كلاس نوفل أي كرامة ناس. فجميع الكلمات أو الكلمة متسكن هي لها أيضا بالعربي متسكن، أما مكوك فهي اختصار من اللغة الإنجليزية الام ماني، طبعا نشاهد في الصفحة صفر أمامنا مكتوب This is in Arabic meaning، موجل مقصود بها مشروع، تقنية تكنولوجي MT، وسيكوريتي سلامة السين يعني، ونوفل بالعربي ناس، يعني بالعربي مشروع تقنية كرامة ناس، هذه متسكن.
بالانجليزي موديل تكنيك سيكوريتي كاركتر نوفل، اي انسان نوفل الناس. فمكتوب، وهذه صفحة واحدة، انه موجود اوديو بوك زي هذا التسجيل، هيكون على اليوتيوب مثلا او على التليجرام او على الواتساب. فالصفحة هذه ممكن الكلام فيها، وهي بداية الكتاب. فلو كان الكتاب مثلا 80 صفحة، وكل صفحة تكلمنا تقريبا 10 دقائق، والهدف من الاوديو بوك التفصيل، لأنه الإنسان لما يقرأ بس يقرأ الكتاب في أشياء جديدة ومفاهيم جديدة طبعا يتوه عنها الشخص أو عن الفكرة، فكرة الكورس. طبعا هذا كورس مقدم، ممكن الكورس يحسب 2 ساعة وهناك 4 مواد، يعني 8 ساعات كوارتر اورز. الساعة الكريديت كوارتر اور، يعني المادة 2 ساعة يعني 20 ساعة محاضرات، فتصير 80 ساعة تفصيل لهذا الكورس، أو ما يعادل يعني 8 ساعات هي تعطينا ما يقال من MBA، بس نحن اعتبرناها دبلوم، وممكن الليفل 0 ثم في دبلوم ليفل 2 فيصير 16 ساعة. طبعا انا ما حتكلم، لانه هنا بتكلم زي الكتالوج، زي القراءة للكتاب، فما نتكلم عن التسجيل والاسعار وكذا. هنا القبول والتسجيل، ممكن احيانا يكتب مع الكتاب اللي هي مع التسجيل قيمة الكتاب للطالب. فالكتاب سيعمل على اساس انه في منهج، مثلا انت اخذت مادة في الماجستير وتحسب هذه في الماجستير. طبعا نحو، يعني ممكن الطالب يستمر 6 شهور او 10 اسابيع، وعشر اسابيع 2 كوارتر يحصل على الدبلوم، 16 ساعة تعادل 160 ساعة حضورية. فهنا مكتوب أمامنا، طبعا نحن حنمشي على الصفحات بالطريقة دي، والشرح أو التفصيل في الأوديو بوك مثل هذا الأوديو بوك. فهنا مكتوب أمامنا جميع الأسماء، لكن في العمود الثاني على يمين القارئ، وفي أسفل طبعا التواصل عن طريق قنوات تليجرام ومجموعات في التليجرام وفي الواتساب. يعني مثلا في الفصل في 40 واحد، سجلوا فالكل يستمع. طبعا محاضرات بث مباشر،
ما عدا شرح الكتاب. طبعا هذا التسجيل هو شرح الكتاب، وهذا موجود على القناة عامة، يعني الكل يستطيع انه يسمع. طبعا يستفيد الانسان من هذا الشرح، لكن لما يسجل يعني يسجل عشان ياخذ الشهادة ويتأهل. فهنا في العمود اليمين، طبعا في اليسار في شرح لمتسكن، وفي اليمين شرح لمكوك. هنا يعتبر مكوك أو متسكن زي المسمى، لا يمكن ترجمته يعني زي الواتساب. بعدين ممكن يكون WA مثلا، الواتساب اختصار، يعني مو لازم يكتب واتساب على الرسمة ولا الصورة، أو صار يعني WA واتساب، اتصل بي على WA بدون ما أقول واتساب، أو نحن موجودين على WA. فهنا كمان نفس الشيء، مكوك كلمة واحدة، فتنطق كلمة واحدة والحروف أربعة، فتم تقسيم الحروف إلى اثنين مجموعتين، يعني في MC وفي OC. وطبعا الكلام برضو مبسط بالإنجليزي مكتوب، الإنسان بعد ما يتعود. طبعا في مثال موجود أمامنا، فقلنا MC changing money أو money change، يعني صرف العملة. فضرب مثل زي يعني كل الكتب تديك مثال، فقال لك انت عندك تبي تغير ورقة $200 في مصر، تبي تغيرها لجنيهات مصرية. بعدين قال لك الأوسي، هذه الامسي والأوسي، لأنه كلمة مكوك MC وأوسي، قال لك الأوسي هو أوردر، يعني أنت بتعبي فورمة بتدي أوردر للصراف، فلازم تعبي الفورمة اسمك، لأن هذه معلومات لازم يحتفظ بها من يصرف لك. نحن نتكلم عن صراف مو في سوق سودا، فالمعلومات مطلوبة اسمك ورقم الجواز السفر مثلا، الID، إذا كنت مصري رقم الID، رقم الهوية الرقم الوطني يعني. وكمان هناك سؤال، من فين $200 مصدرها؟ فلازم تعبي الاوردر هذا الفورمة، وكل الناس يعبوا. طبعا هذا مثال، مش انه يعني لو قلت انا ما اعبي الفورمة او مثلا جوازك مش معاك، كمان اتأكد من الID وكل شيء، ما يصرف لك. اتكلم على البنك او الصراف الرسمي. هذا اذا ما كان عندك انت بتستخدم فلوسك في البنك و ATM، طبعا هنا ما تحتاج، نتكلم معاك $200 يعني، حتى لو عندك حساب في بلدك او في مصر، $200 انت بتصرفها موجودة كاش في يدك، فتروح للصراف تعبي الفورمة اللي هي الأوسي، فهذه ضرورية. طبعا انت لو كنت نازل في فندق قد المعلومات في الفندق، انت نزلت بالهوية وكل، فيصرف لك
احنا ما بنتكلم الان الا على الاجراءات، ما بنتكلم انه لو صرفت 200 دولار 10 مرات ولا 20 مرة، هذه قضية راجعة لي اللي بيصرف. يعني هل يصرف لنفس الشخص في اليوم قديش وكذا، هذا شيء ثاني ما بنتكلم عنه، نتكلم عن مكوك. فبعدين هنا في سؤال، هل انت زائر حتى لو كنت مصري في الفندق مثلا، لانه في الهوية مكتوب انت من فين، يعني نازل في الفندق والكاش هذا معاك وكذا، او جايب كاش من بلدك، او زائر من برا البلد باسبورت. فكل هذه المعلومات ضرورية للجهات الرسمية، يعني فندق جهة رسمية، لانه بده يدخل الفلوس في حساب الفندق، هناك الصراف في حساب الصراف. طبعا انا ما بتكلم عن محل. فهنا قال المسألة معقدة شوي. طبعا انا بلتزم بالمكتوب حتى لو كنت انت من مصر او زائر. معقدة شوية، على المثال انه في الطلب اللي بيصرف لك الأوسي. إذن عرفنا الأوسي. طبعا أسفل مكتوب معلومات، هذه أي واحد يقراها، محطوط مثلا إنه ممكن تلاقي معلومات الكتاب، تغريدات، الهاشتاج هذا، وتسكن وتلاقي كلام كثير، تغريدات والناس يعني يكتبوا كذا، فهذا الموجود في الصفحة. وأشكر جميع المتابعين.